ليش يا بابا؟ ممدوحة تاخذ نفس. Are you okay جوانا؟ سلامات ابو الشباب، وش النوم ذي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. صحيت الجيران انتم؟ كانوا متحمسين. شوفوا يا جماعه وش صار. نط فجاه انخفضت درجه الحراره عندنا يا جماعه بشكل مو طبيعي. درجه الحراره الحين 10 وجايبه بخاخات تبي تبخبخ وتسوي حركات، ما في فايده. صار بيت هوملس، بيت مشردين ذا. ها ما تقدرين؟ تقدرين؟ جرب يلا. ها عزوز مره كان متحمس. ترى احنا بنسوي مثل هذا هنا ثاني بس اكبر. احنا بنسوي مربعات ثلج. ما يجي يا بابا، ما يجي، قلت لك ما يجي. ندخل جوا. ارحب يا الرجال، ارحب. ها نقلط، بسم الله، شب الضوء، لا تنحاش. يلا ايوه، شوف ماما اليوم وش معاها. كفو، لحظة، في واحد يتسبح هنا. إيه ابو الشباب، تراها صالة مو هو بانيو. خيرته. المهم اليوم بس نجرب هذه مع جوجو. هذه عشان الثلوج. أيوة. والطواقي، بدري طواقي الثلجية، فكرتها حلوة. نجرب، والله ما ندري عنها، بس إذا انفعت ترى تنفع يا جماعة اللي هو أسر منتجة. اي اللي عندها مشروع. سلامات يا ابوي. ها موضوعي يكتمل كذا مره واحده، ما في لازم مقاطعات. في شيء اوكي؟ اوكي. مخك معانا اليوم؟ لا. اري اوكي؟ المهم جد جريمه، ما نقدر نكمل الموضوع. ما في، ما نقدر. طيب ممكن تكون هذه اللي هو تنفع لاسر منتجه. فكره مشروع، يعني واحده تسوي اشياء حلوه في البيت بلبسات حلوه بتطلع مره كويسه. هذا قدر. وشو؟ قدر. قدر. انت قالت قدر ماما؟ بينك. هي تقول قدر. ها هي تقول قدر. عائله ضايعه، فيها شيء. ظهر امس الملوخيه كانت منتهيه. ممكن. ها شوفوا لعبة البازل خلصناها، بس في واحد طايرة جبهته، انا ماني عارف. ترى عزوز. ليش يا بابا؟ صح؟ وين وديتها؟ يضحك بالتقصيد ذا. لعبة بازل 550 حبة، حلو. يلا يا مشروع تجاري. ترى. اوه ما شاء الله. اوه يجي معاها. كويس. يعني خسرتيني، ورحنا نشتري صوف، برجع وين الفاتورة؟ صغيرة. اوكي. يلا حلو. انا مش دريني وشو هذا، ترى اول مره نشوفه. والله الجهاز كبير. هذا شكله هذا شيء حق شعر البنات صح؟ صح. لا لا، ذاك الوسط اللي قاعد موجود. شو الحركه اللي تصير هنا؟ ايوه شوفها هنا. ها تدور. انا ما ادري والله. يلا الحين خلينا نركب. لحظه، جمارك جمارك جمارك، اصبر. خلاص ايه خلاص خلاص جمارك. شكرا. الورق هذا ايش اسمه بالانجليزي؟ instruction. حلو. شوفوا يا جماعه قاعدين نرتب والامور طيبه، شوفوا ايش صار. يا الله قسما بالله ذكرني توم جيري. لا حول ولا قوه الا انا وين اروح انا؟ وي شوف شلون ماسكت هذا حقي. شوف خلاص راحت، يحب الخيط. يا ابو الشباب انت ما انت قاعد تمتر البيت، ما انت مقاول. البيت كله خلي البيت يخليه. يا ويلحالي، اليوم 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 مو بماشي ذا، مضبوط مو بماشي. سيفي بن حلال وشو زير سالم. يا سلام. الحين راح نجرب. ترى يا جماعه هذه اول مره نجربها، بنجربها معاكم. ايوه ابغى اعرف شو بتصير. هو من البدايه فوضى، بس ان شاء الله خير. نبدا؟ يلا. تحطي هنا هذه الاشكال. اذا هو يقول حاجه يقول سوي هذا وهذا وهذا، ما يقول اسمها، يقول ايش اسم هذا، ايش اسم هذا. ترى ما عليكم، قاعد يمتر يمتر، مهندس مدني. ايوه اوكي يلا بسم الله، جاهزين؟ يلا الحين. اوه ماي جاد، شوفوا الدقه فيها.
ساتيسفاين يسمونه صح؟ ساتيسفاين اللي هو مريحة للنظر. تشوفها تسوي شيء؟ أوه قاعدة تعقد ترى. روح روح. أوه فكت فكت. ما سويت شيء. أوكي. لحظة خليني أكمل. طيب وش الحل؟ في خطأ، في خطأ هنا يا مهندسنا. أوكي. يلا. شوف وين خطأك. بابا ربط ذيلها، أنت وش تسوي؟ بابا هذا شيخ قبيلة ذا ابن الحلال شبة الضوء شفه هناك، انحاش شيخ القبيلة. ها خلاص ضبطتيها؟ إن شاء الله إن شاء الله لسه ما أدري. أوه والله باين إنها قاعدة تسوي. كفو كفو ريما كفو. اوه واو شفتي؟ ايش قاعد تسوي؟ لفتها والله. ان شاء الله ان شاء الله قولي ان شاء الله. طيب الحين نحتاج نسويها يلفها 60 مره. 60 مره؟ دورين لو درتي حول الارض خلصتي. في قطعه تتركب هذه وتلف بسرعه بعدين من غير ما اسوي انا بيدي. معليش معليش التجارب مثل ما كنت تسوي الوردة والبجعة للحين فهذه تجربة الحين قصيها ونسوي واحدة بس كذا أخيرة أوكي؟ طيب يلا ثانية هاي حق قطوة صارت نعطيها القطوة من جد بطانية هذه حلوة والله ها؟ صح؟ شنفع رقة شعر أشوف؟ أي شيء المهم رقة والله حلوة بس يبغالنا نضبطها ثاني مرة قصة الشريط افتتاح المشروع. الله الله ثانك يو كذا خلصنا اصبروا الحين نجيب ابرة هذه تجربة يا جماعة يمكن احنا فشلنا في عدة نقاط لكن النتيجة واضحة فالحين قاعدين نحاول بس نفكها بهدوء احس ودي كذا بنظارة حق المجوهرات ايوه ذيك الصغيرة وفي النهاية قماش بريالين كنا صمكوك شوفوا صار زي الحزام على الشيخ الأشهب بن الشهيب المياو ياه طلعتها خلاص هي حتضبط أكيد للي فعلا يتدرب عليها احنا يمكن هذه ثاني مرة الأولى خربت أوه كان لو هذه غطيناها صح؟ أصبر أوه أوه طبعا هي في حوسة في خربطة في الموضوع بس مو مشكلة no problem خلينا نحطها هنا بس خلينا نتخيل الموضوع هذا بشتل أشهب نحتاج راس هنا شو الراس مكينة اقلبيه لا جوجو جوجو روحي انتي لا هي راسها صغير انتي ام راس لا مقاسك غلط تعالي درامية ترى طبعا لكم لسه موجود اه طيب شيل الحبل ذا لا تجي القطوة تشيلها الحين اصبر شوف ايوه والله اول طاقية والله حلوة لا بأس فيها والله طبعا انا سويت هذه اي لا لا ليش فعلا سواها رحنا انا وياه وشريناها كمان حطيت هذا اللوجو اهدأ حطيت لك طاقية ما غيرت مخك اصبري يجي يحط اه خلاص صرتوا طقم اكتبوا لنا في التعليقات رايكم بهالمشروع البسيط والله احس انه يطلع منه اشياء حلوة Just add a pom pom and then بس. منو؟ اسمها pom pom اللي يعني سوي. pom pom. النفشة. سموها. بس هذا النفخة النفشة اللي. كيف سويها؟ على الطاقية. يا. شوفوا سهل مرة. هنا. نلف هذا حول يدي كذا 20,000 مرة. الله اليوم شخبط طيشن كويس خطيه طيشن بعدين اي وبعدين اوكي كمل انا قاعد اشوف حاجه شوفوا تيتي قاعد على الكلاب كانه يقول انا اتوطاكم او ماي جاد والله العظيم لو يجيك ذا الفاهي انحشت ايوه انحش من الحين رجع كفو ذيبان ها ضبط ان شاء الله الله ما ادري ايوه اوكي نلفها نربطها بعدين نقص الله كلها يس يا ساتر الله يستر تصير منفوشه بعد ما تصير كذا اخطبوط نقوم نقصرها عشان تصير منفوخه واضح واو ايوه الحين خلاص خلصناها والله لو انها عمليه زراعه مخ
ايوه اصبر. ايوه here we go. طلع قنفذ صغير بس جميله. اشوف الله مره حلوه حلال. احنا في وادي وانت في وادي. صار ارنب ذا جحد امهم. خلاص خليه والله مستسلم مسكين. او الشباب خلاص استسلم. ايه خلاص والله حلوه اعجبتني. يكون بزنس كمان. اي قلنا يمكن يكون بزنس اسر منتجه كذا يصل. نقدر نسوي عليها سكارف صح؟ سكارف وحق الاذن. بعضهم يسوي ملابس بس انه يبغى لها اعدادات معينه. احنا لسه ما او يبغى لها جهاز اكبر. وبسم الله الرحمن الرحيم معاكم مشروع الجديد فلافل. وش سندويشات حتى مو الاسبوع الماضي مشروع جديد باقي مشروع جديد لا اليوم عشانه خفيف حلو. ترى شوفوا امس ترى مسويين ثقيل والله ثقيل والله. رز ولحم وهذا مضبطتكم خلاص. فلافل بس فلافل وتبوله وحركات. وينكم ذول سحبوا علي لما عرفوا انه في فلافل؟ شوفوا حركات بدر بطبخ. باي ابداع عرفوا انك تطبخ. ليش انا احسن من امكم؟ نعم مين احسن من مين؟ صبرا. ايه ولا صبر حتى. اصبر الحياه دقائق وثواني. شوف حركات بدر. ماشي انتم ابداع مواهب. ايه افكار والحرة تبولة وحمص الملقاط. السر في الملقاط. شوفوا نعم شوفوا. واو ايه شكرا. ممكن الابداع. شوف والله لما تحصلون احسن واحد يسوي كذا ديكور. ديكور مين؟ في احد ياكل ديكور؟ الديكور الطبخ. ديكور طبخ. شكرا هذا شيء جديد. اختراع جديد من بدر. الله هذه ياباني حقتهم. هاي ايش رايك؟ مين؟ حار مره بس شوفوا كيف؟ يلا ريما اعطينا رايك. يجي ولا ما يجي؟ مع التورتيه. انا قلت لهم اليوم السر هنا بخبز التورتيه. الله شكرا. حلو اللي ما اخذ تورتيه. لا يا شيخ يطلع برا. حلو جدا. عائلة تحطم. تحطمني انا بس. صراحة اختراعات بدر لذيذة بس لا تقولوا لها. تعالي لو الشقة. قدامك. ها؟ ما في احد سمع. لا والله. بس والله طلع لذيذ. اتمنى عجبكم هذا الفيديو وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. واهم شيء سبسكرايب. باي اكل. شو قاعد يقول باي من هناك؟ مجودي هو للدرجه ويا نايس. ام السحبه. باي. بلا شوفوا بابا احسن. الله بابا احسن.